بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. درس اليوم عن الوحدات السياسية، الدول العربية والإسلامية في قارة آسيا. الدول العربية والدول الإسلامية في قارة آسيا. أولا، كيف انتشر الإسلام في قارة آسيا؟ كيف دخل الإسلام إلى قارة آسيا؟ دخل الإسلام قارة آسيا عن طريق الفتوحات الإسلامية في العصور الإسلامية الأولى، في عهد الخلفاء الراشدين، وعهد الدولة الأموية، وعهد الدولة العباسية. تم فتح بلاد الشام، فتح بلاد العراق وفارس اللي هي إيران الآن، فتح بلاد ما وراء النهر كازاخستان وأوزبكستان وقرغيزيا، فتح بلاد السند اللي هي باكستان في الوقت الحاضر، حتى وصلت الفتوحات إلى حدود الصين. بعد أن توقفت الفتوحات نشطت الطرق التجارية، حيث قام المسلمون الأوائل بالتجارة مع هذه الدول، وعن طريق الأمانة والإخلاص والصدق في التجارة وصفات تميز بها التجار المسلمون عن غيرهم، أدى لدخول كثير من الدول والشعوب والمدن في الإسلام، كأندونيسيا مثلا دخلت عن طريق التجارة، الفلبين، سنغافورة، ماليزيا، بورما، كثير من الدول، بنجلاديش، أجزاء كثيرة من الهند دخلت عن طريق التجارة. ما أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان؟ أكبر دولة فيها عدد مسلمين في الوقت الحاضر هي دولة إندونيسيا. إندونيسيا من أكبر الدول الإسلامية، عدد السكان في آخر إحصاء تعدى 270 مليون نسمة، أغلبهم من المسلمين. صورة لمسجد الاستقلال، أكبر المساجد في مدينة جاكرتا عاصمة الدولة. صورة أخرى لمسجد الاستقلال من الداخل، أعداد كبيرة جدا من المصلين في داخل المسجد، مسجد الاستقلال أكبر مساجد مدينة جاكرتا في أكبر دولة إندونيسيا. وأين تقع إندونيسيا؟ تقع إندونيسيا في جنوب شرق قارة آسيا على دائرة الاستواء، على دائرة الاستواء. كم عدد الجزر في اندونيسيا؟ تعتبر اندونيسيا عبارة عن ارخبيل من الجزر، مجموعة جزر متقاربة يصل عددها 18000 جزيرة، 18000 جزيرة، حوالي 6000 جزيرة مأهولة بالسكان. اما باقي الجزر الاخرى 12000 فتعتبر جزر بركانية او جزر صخرية خالية من السكان. ما أهم الجزر في إندونيسيا؟ أهم الجزر في إندونيسيا جزيرة جاوة، وتقع في جنوب إندونيسيا، تتميز بأنها تربة بركانية خصبة، سقوط الأمطار طول العام، اعتدال المناخ، وبالتالي يسكن أكثر من نصف سكان إندونيسيا، وتعتبر أكبر جزيرة مزدحمة بالسكان على مستوى العالم. جزيرة سومطرة تقع في الغرب وتعتبر في المرتبة الثانية في عدد السكان في إندونيسيا. جزيرة بورنيو وتقع في الجزء الشمالي الشرقي، وتقتسم الجزيرة ثلاث دول، إندونيسيا وماليزيا
دولة أو سلطنة بروناي دار السلام. حدود إندونيسيا يحدها من الشرق المحيط الهادئ، ومن الغرب المحيط الهندي، ومن الشمال ماليزيا وبحر الصين الجنوبي، ومن الجنوب بحر تيمور والمحيط الهندي. حدود إندونيسيا على الخريطة تاخد اللون قريب من البيج الأبيض، يحدها من الشمال بحر الصين الجنوبي وماليزيا، ويحدها من الجنوب المحيط الهندي وبحر تيمور، ومن الشرق المحيط الهادئ، ومن الغرب المحيط الهندي. ويظهر على الخريطة الجزر: جزيرة بورنيو، جزيرة جاوة، جزيرة سومطرة. خريطة أخرى لإندونيسيا بيقع في جنوب شرق قارة آسيا، حدود من الشمال بحر الصين وماليزيا، ومن الجنوب المحيط الهندي وبحر تيمور، ومن الشرق منطقة المحيط الهادئ، ومن الغرب المحيط الهندي، جزيرة سومطرة، جزيرة جاوة، جزيرة بورنيو. أهم الجزر الموجودة في نتكلم على السطح في إندونيسيا. إندونيسيا عبارة عن جزر داخل المحيط الهادي والمحيط الهندي، وهي في الأصل جزر بركانية عبارة عن براقين تفجرت في قاع المحيطات ثم صعدت الأعلى وبردت مع مرور الزمن. فتتميز بوجود مرتفعات جبلية في الوسط وسهول ساحلية على الأطراف. أهم مميزها المرتفعات الجبلية والسهول صورة لجبال وبراقين إندونيسيا. تتميز إندونيسيا بوجود الجبال البركانية اللي بعضها مازال حتى الآن نشط، تندفع منه اللحوم البركانية أو الأدخنة أو الأبخرة البركانية. وجود الجبال البركانية في وسط الجزر. وجود السهول الساحلية القريبة من البحار والمحيطات. تتميز بوجود السهول الساحلية المطلة على البحار أو المطلة على المحيطات. صورة أخرى لجزيرة سومطرة: وجود المرتفعات الجبلية ووجود السهول الساحلية القريبة من البحار والمحيطات. ما زلنا في موضوع السطح: مرتفعات جبلية وسهول ساحلية، أهم ما يميز الجزر في إندونيسيا. وهذه صورة ملتقطة لجزيرة سومطرة. نأتي إلى مناخ إندونيسيا. أسلفنا سابقا أن إندونيسيا تقع في جنوب شرق قارة آسيا على خط الاستواء. إذا مناخ إندونيسيا مناخ استوائي، ولكنه يقال عليه مناخ استوائي جزري، أي مناخ الجزر، يختلف عن قارة أفريقيا الاستوائية بسقوط الأمطار طول العام، نمو النباتات والأشجار، تمتصت الحرارة، وجود المرتفعات والجبال تعمل على اعتدال درجة الحرارة، فأقليم موسمي معتدل، أمطار طول العام، ومناخ يتميز بأنه أفضل كثيرا عن الدول الأفريقية.
استوائي يميل اعتدال ممطر طول العام. ما الحرفة الرئيسة للسكان في اندونيسيا؟ نظرا لسقوط الامطار طول العام ووجود التربة البركانية الخصبة الصالحة للزراعة وعدد السكان لتجاوز 270 مليون نسمة، فتأتي الحرفة الأولى في اندونيسيا وهي حرفة الزراعة. يعمل بها أكثر من نصف السكان، 54% يعملون في حرفة الزراعة. أهم المحاصيل الزراعية في اندونيسيا نوعين محاصيل، محاصيل غذائية لإطعام السكان كالأرز والذرة، محاصيل غذائية، ومحاصيل تزرع من أجل التجارة، المطاط ونخيل الزيت ونخيل جوز الهند، شجر الكاكاو، شجر البن، زيت بإضافة للقطن وقصب السكر والشاي. وتتميز اندونيسيا في انتاج الشاي. وبالنسبة للمطاط نعرض فيلم صغير عن هذه الشجرة، كيف تزرع وكيف يحصل منها على مادة المطاط الطبيعية. لعلنا شاهدنا إطارة السيارات، كيف تصنع إطارة السيارات؟ تصنع من المطاط، وهذه أشجار المطاط المزروعة في المنطقة الاستوائية وخاصة في اندونيسيا. بداية الشجرة تقوم السيدة بعمل ثقب أو جرح طولي في الشجرة، تبدأ تدفق منه مادة طبيعية، مادة المطاط الطبيعي ذات اللون الأبيض اللزج يشبه الحليب، يتم جمعه في أواني أو في قدور طول فترة النهار والليل. بتأتي السيارات بتحمله، عندما يتم الامتلاء تحمله السيارات إلى المصنع، وهناك يتم عملية إضافة له بعض المواد زي الكبريت لنحصل منه على ما يعرف بفلكنة المطاط، وأضافت بعض المواد الأخرى حتى نصنع منه إطار السيارات. مادة المطاط الطبيعية يتم جمعها ثم تحمل في سيارات خاصة إلى المصنع ليقوم بمعالجتها وتصبح صالحة للاستخدام في كافة أنواع الصناعة. نأتي الإنتاج المعدني. إندونيسيا من الدول المنتجة والمصدرة للنفط، وهي عضو رئيسي في منظمة الأوبك، الدول المصدرة للنفط. ما المعدن الذي تحتل به إندونيسيا المركز الثاني عالميا في إنتاجه؟ تحتل إندونيسيا المركز الثاني في إنتاج معدن القصدير، وهو المعادن الاستراتيجية والعسكرية المهمة. صورة مقربة لمعدن القصدير اللي هو من أهم المعادن التي تنتجها إندونيسيا وجعلها تحتل به المركز الثاني. ما أهم صادرات إندونيسيا وواردتها؟ ماذا تصدر إندونيسيا للخارج وماذا تستورد من الخارج؟ الصادرات الفائض عن إنتاجها وتقوم بتصديره إلى دول العالم الأخرى. من هذه الصادرات النفط ومشتقاته، والمنسوجات والصوف، أهم الصادرات إلى الخارج. أهم الواردات ما تستورده من الدول الأخرى، تستورد الآلات ومعدات النقل والمواد الغذائية. ونأتي إلى آخر جزء في الدرس، أهم المدن في إندونيسيا. المدينة الأولى
مدينة جاكرتا العاصمة، ويتقع في جزيرة جاوا. المدينة الثانية مدينة سورابايا، وتقع في جزيرة جاوا، وهي ميناء بحري ومركز صناعي هام. صورة لمدينة جاكرتا العاصمة تتميز بالطابع المعماري الحديث والنظام الرائع، وتوسطها المياه في شوارعها. دي مدينة جاكرتا عاصمة اندونيسيا. وصورة لمدينة سورابايا ذات الطابع المعماري الحديث، وتعتبر اهم الموانئ في مدينة اندونيسيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.